قاعدين نلقاو هكا احنا من منبرنا كمواطنين عاديين نلقاو في بعض الحلول لمحاربة الفساد، لأنه الفساد هو اللي خلينا على الحديدة، هو اللي اليوم مبرك اقتصاد بلادنا ومفرغ خزينتنا. فما برشا مواطنين يقول لك بدل الوجوه اللي حكمت في البلاد مهما كان موقعها، من العمدة للمعتمد للوالي للمدير الكل، بدلها الكل على بعضها تو يبدا الفساد، يعني نحاربوه بشوي بشوي. وفما اللي يقول لك لا، راهو مش تبديل الناس هذوكم انت باش تحارب الفساد، راهو فما منظومه اخرى قاعده تتحكم في كل شيء. شنو رايك كمواطن؟ شوف، هو الفساد استفحل في العشرية الأخيرة، هو الفساد الحقيقة بالكل كان موجود، لكن كان بشكل نسبي، بشكل أنه ما يأثرش في حياتنا، ما يأثرش في مجتمعنا، في أخلاقنا، في اقتصادنا، في النمو، في الاستثمار، في كل شيء. دونك اليوم نلقاوها ضرب القطاعات الكل وخاصة العمومية، وقت نحكيو على قطاع عمومي ومؤسسات عمومية راهي كارثة راهو. فعلا الفساد استفحل، الفساد استفحل بالرشوة، الفساد استفحل بالمحسوبية والمعارف، الفساد استفحل بالترافيك، برشا حاجات. اليوم ملفات كبيرة مفتوحة وملفات أخرى غير مفتوحة. صحيح كي باش تقول لي أنا باش نقتلع الفساد، أول حاجة راهو باش ياخذ وقت. ثاني حاجة، في خضم التدهور الاقتصادي والتراجع الاستثمار والفلاحة ماكلة بعضها والسياحة ماكلة كبوت في إطار جائحة كورونا، الوضع العام احنا اليوم نحكيه على حرب بين أوكرانيا وروسيا، الصين متحركة تجاه اليابان الشمالية، هذا كله راهو عنده مخالفات سلبية على العالم أجمع وعلى اقتصاد العالم. فاحنا بتبعتنا شعوب عالم ثالث، وبتبعتنا في تونس يعني أصبحنا نائن لا نشكو، نائن من الأوجاع اللي استفحلت فينا. قفة التونسي ما عادش خالط، راهو باش يوكل ولاده حاجه فيها فيتامينات، باش غدوه ينجم يوقف على سقيم 10 ونحكي ولا على شطوات ولا على هذيك. صحيح احنا ولينا طبقه كادحه فقيره وطبقه ثريه، وهذاك منجر على هم يقولوا الثوره، على السواد الايام اللي جات لتونس بالانقلاب على الرئيس السابق رحمه الله، انه انقسمنا الى قسمين، ناس طلعت اختلمت الفرصه بتبيع أنصار فلان وأنصار فلتين، وناس زادت هبطت وتكب سعدة وشركات تسكرت، وناس كانت مستثمرين هجوا ومشوا للمغرب، ما عملنا حتى شيء في بلادنا، حتى إنجاز. أكبر المفسدين اللي فسدوا تونس في العشر سنين هذوما هما الحكومة القديمة، والناس هذوما اللي حتى من الوالي والمعتمد ورئيس الحكومة ورئيس الدولة. تي نحن في عشر سنين خمسة رؤساء دول ماشيين جايين فسدونا البلاد، فسدونا المعيشة، كرهوا التونسي في النفس اللي يتنفس فيه، حرام عليهم. انا واحدة من الناس نقول خلي الأموال تتبدل الدنيا، فمش قولك تبديل السروج فيه راحة، هو والله تبديل الوجوه فيه راحة، تبديل الوجوه كيما شنو، جيب ناس قدم تدخل الجينيراسيون جديدة، تدخل الشباب، دخل الشباب عندهم حاجات في مخاخهم. راهو الفساد تجي من الإدارة، فهمتني؟ هما بدلوا الكتاب، لازم يبدلوهم جدد. هنا عندنا كليات كل عام يخرجوا آلاف، بدلوا حاجة جديدة. هاو مثلا هاو على المباشر، ها مشي نطلع رسمة قاتلة نتاع جاري، قطعة نتاع عينيه طلعها نتاع جاري، لازم نعملوا إدارة كاملة جمهورية تعمل كنترول على الإدارات الكل، كنترول يعني كنترول. ما عندناش محكمة إدارية، هذه محكمة إدارية وين؟ البلاد ما مسيبة على طول. نسكن في منطقة ريفية، سنتاج فيه 81 فلاح، 11 سنة وذو مقصوص على 17 مليون، معتمدية الصبيخة الخريوة واحد دار له ذيلي. من الثورة معني؟ من الثورة، ما جانا حتى مسؤول. مشروع ألماني جاء ودفع الفلوس، اللي الناس كلها عاونت، ما جانا طو الزيتون يعني، بس يعني الزيتون هو الاصل الاصيل تبع الدوله، ماهوش تبع المواطن، تصرف عليه الدوله. ها فما شكون يحب يبرك البلاد هذه بالعاني؟ موجوده. وعلاش؟ هي انا واحد من الناس عندي 6 هكتار زيتون، ايش نعمل هون بس؟ جيرين السنتيج كل ما هرب جمله. نعطيك حاجه سهله خلاص، في تونس، في تونس صغيره ولا الكنال اللي جاي من المجر ده وين يصب؟ صب في البحر. علاش ما يخرجش من الشمال للجنوب؟ والناس كل منطقه سقويه تمسرش كيفاش الفلاح كيفاش كورتها. انا عندي جاري نسيب هذا عنده زوز نتيج به العين جمله، اشكال تو انا نعطيك مثلا من عام 60 جا بورقيبه هزن الماء من قدام الدار،
سد لبهان هذا من معتمدية الناظور ونهزو هزو للمهدية شاق الأرض نتاعي سيتو نتاعنا شاق الحقو سد لبهان هذا يشق ولا الزغوان معتمدية الناظور والدار هذه اللي برا هذاك كل مش للمهدية بس ما نحن عطاش جيش واحد يساور ولا وانا والصدور كلهم مهرد ما بتطيح علاش حتى تردم بالطبعة واحد ما جهرومش ماذا مش حتى ما يساور ثم ما تمضي ما فيهاش وزارة الفلاحة هي كل ما تمضي فيها وزارة الفلاحة وفيها مرشدين وفيها موانزين ثم شيء بالنسبة هنا يا عمري تاو 62 سنة أيست من الدنيا دي ونقل نهز المرأة وصغار ونهج البر والله حكاية فارغ أرض تابعة وزغوان الملكين طلعها من بناروس تو كنت بناروس تو البلان مش اللافيات كانت في نابل بعد أنا غاد هي أنا نعرف نطش شوية نقرا أنا ندل نعرف الشوارع والما راهش يقرا تو خليت تم شكون واحد غادي يسهل مش يقول يدور بناروس اللي حليل لي دارات هذيا ما يحب لها مش نتاعنا جنبي نمثلوا الدولة التونسية بمؤسسة أو بإدارة كي يكون الفساد ينخر في مؤسسة ما تعتقد أنت كمواطن تونسي أنه بتغيير الناس اللي تدير في المؤسسة هذه تنجم تحارب الفساد؟ ولاي أنت وعقلية الشخصية اللي مش تبدلها إذا كان عقلية واعية ووطنية ومتحلي بقيم معينة يعني عنده قيم دي فالور معناها في الحياة هذه ينجم يعني ينجم يغير حاجة أما إذا كانوا إنسان كيليس قليل شوز هذي كيف أما أحسن حاجة بالنسبة للعربي نحن أمة عسارة العصا لمن عصا يجب طبق القانون كل إنسان الردع كل إنسان يحيد أو يتم القبض عليه هو في حالة كذا ولا مقام جواج طبق عليه القانون الردع الردع ما فهمش هاو كنا في عهد بورقيب وبن علي أبرك شوي تحس اللي نحن هنا كتوانسة تحس اللي لا نمتع حرية ولا نمتع ديمقراطية ما نعممش نسبة 80% لا تليق بهم لا الحرية ولا الديمقراطية ثم 20% من الشعب التونسي الواعي ويعرف حقوقه ويعرف واجباته أنا واحدة من الناس إنسان عمره فات 60 حتى 60 زين فات 60 يمشي داره عنده روتريت تخدم عليه شو ما زال باش يحكم تي حتى الكاباسيتي متاع الميموار متاعه ما عادش شنو هو أنا نحط إنسان 80 سنة باش يحكم باش فما يعني الإنسان هذاك فما ناس قاعدة تلقن فيه وقاعدة تعطي فيه في لرونسينيمون وتعطي فيه في كل شيء علاش ما ندخلوش الشباب متاعنا شباب واعد شباب عنده في مخه شباب قاري علاش نحن شبابنا يمشي يطلع البرة خيرات متاع تونس قاعدة تسافر البرة وهو نحن بلادنا باهية راهي عندنا كل شيء في بلادنا شبابنا اليوم يا في القهاوي يا في البحر يا في القهاوي يا أختي حارقين يختار لك قولوا له أختار ما بين تونس والموت يختار لك الموت تاو ريتش أنت إنسان عربي مسلم يختار لك الموت على بلاده على فكرة الكلمة اللي قلتها هذه اللي هي صحيحة واتضح بالملموسة اللي هي صحيحة فما بعض التوانسة في أوكرانيا اليوم فما حرب غادي والقنابل هابطة على روسهم بعض التوانسة قال لك نبقى في بلاد فيها حرب وقنابل وما روحش لتونس من وحش لتونس أختي على خاطر ما عنده مش يعمل فيها تونس على الأقل غاديك يقرأ ويخدم ويلتوش دارجون حتى سالير متاعه بي أنا جاي لتونس وريني شو يعمل مش تصرف عليه ماما ولا بابا والزوالي ما عنده وين يعيش ولا بشي يشد لقاو والبطالة يعني احنا نسبة البطالة متاعنا بصفة غريبة أختي تفرج انتي على اليمين وعلى اليسار لقاوي كان شباب فيه الحل هو الحزم اللي شادين الحكم لازم يكونوا حازمين في تطبيق القوانين طبق قانون على أي إنسان أي إنسان يعني يتم القبض عليه وهو في حال تلبس ما عليه إلا أن يتحمل مسؤوليته يقف أمام القضاء وفهمته والقضاء معناه يصدر حكمه فيها ما يلزمش تهاون على الشيء هذا فساد مستشري بصفة غريبة في تونس في كل مكان أنا وليت نسميها خاصة الإدارة التونسية والروتين الإداري في تونس وليت نسميها إدارة أرجع غدوة جميد لافي باش تمشي في نهارك وتقضي قضيتك ديما يقول لك ارجع غدوه يخزر لك معناه يقيسك يهزك يحطك زعما هذا تنطلي عليه الحيل نجم ندبر منه حواجه نجم نضغط عليه بطريقه ما باش نرضخه لارادتي ثم مش معطيني حواجه باش نقضي له سينا اذا كان يعرف ستريكت وكذا واعي شوي خويا راه فلان فلاني وارجع غدوه لا لا الفساد مستشري الريزو ديما طايح الريزو ديما طايح اليوم سيد رئيس قيس سعيد يقول لك انا باش نصلح احنا مع الاصلاح لكن هو راه ما عندوش عصا سحريه راه احببنا ام كرهنا راه كي باش يصلح الفساد انت كاس كي تشد تكسر وتكسر بسهوله كان باش تجبره باش يتلمى دونك راه هو بطبيعته
هذا هو هو بتبيعته أمامه معناها معضلة كبيرة، وزيد فوق هذا ودونه هما حاطين روسهم هنا نقول الفاسدين من غير ما نسمي، حاطين الروس المسوسة نتاعهم روس البصل والثوم في كل القطاعات، ايش باش تنحي واش باش تخلي؟ يا اخي العفو التشريع العام اش عملوا به؟ جابوا حتى اللي كان سارق قبل ضموه لهم باش ورجعوه يخدم، هو خارج ب 20 و30 مليون سرقة. جماعتهم اللي ما نسيت حتى شقرات وما قرات الجملة حطوهم موظفين ياخذوا في شهرية ما ياخذوا في حتى شيء. هذوكم ايديهم وعينيهم باش تقلعهم الكل شو يقول لك ما قطعت لي رزقي. منا تكوي ومنا تكوي كيفاش يصلح هو؟ وغيره كيفاش باش يصلح؟ الاصلاح راه ياخذ وقت ويلزم بتضافر الجهود ويلزم بالتوحد ويلزم افراد الشعب تفهم اللي راهو لازمنا نضحيه ونصبروا شويه، نصبروا برشا مش شويه كما صبرت البلدان الاخرى باش تطورت، ويلزمنا زاده نخدموا على رواحنا ونحبوا بلادنا وتكون عندنا شويه بركه هكا وطنيه. مشيت تونس يا حسره على تونس، بلادنا مشيت كرهونا فيها وكرهونا حتى في التراب اللي نمشيو عليه، نحن عندنا ناس فما برشا عندهم وطنية وعندهم انتماء ودنيا، أما علاش نحن حكومتنا ودولتنا هكاي؟ عليه نحيوا علينا هذوما، هاو توا رئيسنا يرحم والديه قاعد يقاوم في الفساد يقاوم في الفساد، أوكي أني نحن معاك، أما وينو؟ 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 قاوم فساد قاوم فساد، ورينا الناس اللي قاوم اللي حتى قال لك المحتكرين والناس اللي عندها اللي فلوس برا جيب يا خوي بدل لهم الفلوس. خلي الفلوس اللي باش يهز فلوس البرا نبدل والديه انا الفلوس، نعمل ورقه بوميه تا الفلوس كلها تقعد في تونس، صحيح ولا لا؟ نعمل ورقه بوميه اللي عنده فلوس بيتصرفها، ولا هذوما اللي ناس اللي نهبت الشعب وفلوس الشعب والكل، خلي ما عنده منين يصرف.